قلعة الشيطان. يقال أنها قلعة تسكنها الشياطين، أو ربما هم من قاموا ببنائها، ويقال أن من يدخلها لشدة رعبه يكبر 30 عاماً على الفور. زخارف مخيفة جداً على جدرانها، وهياكل عظمية وجماجم من كل حدب وصوب، لا أحد يعرف لمن تكون. والأكثر من ذلك، يوجد فيها حفرة يقول سكان المنطقة أنها بوابة العالم السفلي، أو بوابة جهنم، ومنها يخرج ويدخل الشياطين إلى العالم الواقعي. قلعة هوسكا وجنون الشياطين. جمهورية تشيك، في أحد غابات الريف التشيكي، بنيت هذه القلعة على هضبة بعيدة عن الناس بشكل ملفت، فلا يحيط بهذه القلعة أي مدينة أو مظهر عمراني، أي أنها نائية تماماً. يرجع تاريخ بنائها إلى عهد الملك البوهيمي أوتوكار الثاني، وتم هذا بين العامين 1253 و 1278، أي استمر بناؤها لمدة 25 عاماً. فكان الملك قد قال أن سبب بناء هذه القلعة هو إداري، أي لإدارة شؤون المملكة. وخلال عمليات البناء اكتشف العمال هناك وجود حفرة لم يستطيعوا تحديد مدى عمقها، ليقوم الملك في وقتها بإصدار تعميم ينص على إعفاء من هو محكوم بالإعدام، شريطة النزول للحفرة ومعرفة عمقها. وبالفعل جاء عدة سجناء من المحكوم عليهم بالإعدام بغية النجاة من موتهم المحقق، فوقع الاختيار على أحدهم ليتم ربطه بحبل طويل. بعد أن غاب السجين في ظلمات الحفرة بقليل، سمع الجنود منه صراخاً هستيرياً، وبدأ يرجوهم بأن يخرجوه منها ويرفعوه للأعلى. وبالفعل تم رفع السجين، ليكون وقع الصدمة مهولاً على ما رأوا عن حال السجين. ما رأوه أن السجين دخل شاباً وخرج من الحفرة شائب الشعر، أجعد الوجه، كأنه كبر 30 عاماً. ليتم بعد هذا المشهد المرعب سؤال السجين عن ما رآه في الحفرة، فقال لهم أنه رأى كائنات مرعبة ومخلوقات غريبة كانت تهاجمه، كما رأى ناراً عظيمة وشعر بحرارة هائلة. ليلخص قوله بأنه قد نزل وبصدق للجحيم حرفياً، ثم بدأ بالهلوسة ثم مات. هذا الأمر أثار الرعب لدى السلطات والسجناء أنفسهم، ليتم إغلاق الحفرة بباب وإكمال عملية البناء. لكن ما كان غريباً هو أن الملك وبعد الفراغ من بناء القلعة لم يستعملها، كما أن الأكثر غرابة هو الشكل الهندسي لها، فهي لا تشبه ببنائها القلاع من حيث الأسوار والخنادق التي عادة ما تكون للخارج بغية صد الأعداء إذا ما هجموا عليها. فكانت خنادق وأسوار القلعة قد بنيت بشكل معاكس، أي إلى الداخل. أما بالنسبة للكنيسة التي بنيت بداخلها، فمن المعروف أن الكثير من القلاع تحوي كنائس ضمنها، لكن الغريب في هذه الكنيسة أنها بنيت فوق الحفرة المذكورة تماماً، كما أن التصويرات التي بداخلها ورسومها كانت تدل على ملائكة تحارب قوى الظلام والشر. وبالفعل لم يستخدم الملك هذه القلعة، ولكن تم استخدامها من العديد من التنظيمات العسكرية. ففي حرب 30 عاماً بين عامي 1618 و 1648 بين الكاثوليك والبروتستانت، كان لهذه القلعة أهمية كبيرة. فعندما احتلها الجيش السويدي حولها لمكان يعذب فيه الأسرى، كما كان يقدم الأضاحي والقرابين للشياطين داخلها، نظراً لعلمه بقصتها الأسطورية ولدرء خطر الشياطين المتواجدين فيها، كما النازيون الذين احتلوها في الحرب العالمية الثانية. وبسبب معرفة النازيين بأساطير القلعة، فكانوا يقومون بالتعاويذ الشيطانية، لأنهم حسب اعتقاد بعض قادتهم
أنه إذا ما استحوذوا على القوة الموجودة في القلعة سيخضع العالم لهم، لتنتهي الحرب ويغادرها النازيون بعد أن حرقوا كل ما فيها حرفياً. فأصبحت القلعة بذلك مقصداً لكل من يحب الإثارة والغموض. فيروي أحد السياح أنه كان يشرب شراباً في القلعة، فيرى السائح ما لا يصدق، حيث ارتفعت كأسه في الهواء والتفت حول الطاولة وسط ذهول الجميع، كما تم تسجيل العديد من المشاهدات لسياح زاروا القلعة. فأحد هذه المشاهدات كانت أن أحد السياح قد رأى رأساً مقطوعة تتدحرج نحوه، بل ويقول أنه شعر بها تصدمه وتلامس جسده، والكثير الكثير من الحكايات والمشاهدات. ليكون الشبح الأكثر شهرة فيها، حيث تشارك الكثير ممن زاروا القلعة رؤيته، هو شبح فتاة صغيرة تلبس فستاناً أبيض ولا تتصرف بشيء سوى النظر في عينيك مباشرة وترحل. كما لوحظ أن محركات السيارات لا تعمل بجوار القلعة، وأن الحيوانات حولها تتصرف بطريقة غريبة. هذه القلعة جذبت بعض الباحثين أيضاً، الذين أكدوا بدورهم وجود الحفرة هناك، ولكن لم يستطيعوا تحديد عمقها، ولم يجدوا تفسيراً منطقياً لسبب بناء القلعة بهذا الشكل، كما قالوا أنها غير صالحة للعيش. لكن التفسير الوحيد أتى من قبل السكان المحليين وكان صادماً، فقالوا أن هذه القلعة قد بنيت لإغلاق باب جهنم ومنع الشياطين من الوصول للعالم البشري، مما يفسر بناء دفاعات القلعة إلى الداخل وليس للخارج. لتبقى القلعة إلى اليوم محل جدل كبير بين الناس ممن زاروها أو سمعوا عنها، وإلى اليوم أيضاً ما زال السكان المحليون القريبون منها يشاهدون ويسمعون كل شيء غريب متى كانوا قريبين منها، ليلقبوها في آخر الأمر